الشامبيون. اللي احنا اليوم يعني كنديروا هذه الوقفه احتجاجا على الخروقات والتضييقات اللي كنعيشوها في هذا المستشفى هذا من طرف المدير والاعوان ديالو اللي يعني دايرين به في الاداره. هذه الاداره اللي عاشت واحد التسيب وعاشت واحد العشوائيه في التسيير وفي التدبير، وحنا اليوم يعني ضد هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء ضر المرضى بزاف وضر الموظفين، وهذا الشيء كيضر في النفس. لان شنو اللي كيضر في النفس؟ انه الرجل المناسب ليس في المكان المناسب، واعني راه فيها نساء ورجال في الاداره، يعني الاداره بالعشوائيه، تعيين حارسه عامه بدون قوانين، تعيين في الصيدليه ديال المستشفى انسانه ما قارياش حتى من الدواء تبير ما تتخرجوا. يعني ما يحز في النفس ان هاد الناس هادو يعني في الاداره كل شيء عشوائي، تدبير عشوائي، لدرجه انه يعني امس قام المدير بطرد العاملات اللي هما كنسميهم انا موظفات ديال القطاع الانعاش الوطني، طردهم من المكاتب ديالهم وبامر كيقول لهم غطردوا بامر المندوبه، ولا اللي ما مشاتش بحالها غادي نجيب لها البوليس بهذا لو تيغم هذا. حنا في هذا الظل هاد الفوضى اللي وصلنا لها، ان انسان اللي عطى لهاد الاداره اكثر من 32 سنه يجي مدير ويقول له مسؤول ويقول له انا غادي نخرجك بالبوليس، حنا ما بقيناش يعني في واحد الاداره اللي هي مقننه او لا واحد الاداره اللي كتحترم هاد يعني الامور اللي خص الكرامه للموظف وخص الكرامه لهاد الانعاش اللي كيعطي في هاد السبيطار هذا. هنا هي كيعني الكذب والتلفيق والمؤامرات، يعني تصور كيكذبوا على الاطباء يقولوا كيوصلوا لهنا المندوبه ان الاطباء ديال الايكوغرافي ما خداميش، التكنسيه ما خداميش، مع العلم انا كنت خدامه مع ذوك الاطباء وانا كنت كنعطيهم اكثر من 25 مريض، ولكن حيدوا لنا الروجيستر، لروجيستر حيدوه منا باش ما يحسبوش ذاك الناس اللي كتدخل تدوز. يعني شوف النصب والاحتيال في الاداره هذه، وصدقوا الاطباء كيخليوا لهم غير خمسه بحال كيدوز خمسه ولا 10 ديال المرضى، وهو المريض هو الطبيب مدوز 25 بالمواعيد ومدوز اكثر من خمسه غير ديال البيرسونيل، لان وفي واحد الحاجه يعني المريض ديال برا يجي ياخذ المواعيد، ولكن ديالهم هما ما خصوش ياخذ المواعيد، خصو يجي ويدخل يدوز في البلاصه، وإلا ما دوزش غادي ياخذوا العكس مع ذاك الطبيب. إذن لدرجة الأطباء كاين اللي ديميسيون أو مشى بحاله، كاين اللي دابا حاليا راه باغي يقدم استقالته، لأن قال لك ما عندناش كرامة، ما بقاتش عندنا كرامة في هذه الإدارة هذه. وحنا خرجنا اليوم باش نقولوا كفى، كفى من الذل، كفى من الاستعباد، كفى من هذه الحكرة اللي حنا كنعيشوها كموظفات وعاملات في المستشفى البيبا اللي كتعيش هذا الشيء أكثر من 6 سنين. او لا اكثر من 4 سنين، لان كل شيء في هذا الملف هذا، الخروقات كلها في هذا الملف، وكنطالبوا بالسيد الوزير انه ينزل للسبيطار البيبه وغيلقى لشي حاجه اللي غادي يتفاجئ فيها العالم، ماشي غير الوزير بحال. كنتواجدوا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه امام مقر مندوبيه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه للتنديد بالخروقات الجمه التي يعيشها مستشفى نهار البيبه. هذا المستشفى التاريخي الذي يقع وسط العاصمة الرباط، واحد الجوهرة تاريخية يقع داخل أسوار المدينة القديمة ديال مدينة الرباط، اللي كيعيش مجموعة من الخروقات، تعيش تضييق على مجموعة من المناضلين والمناضلات ديالنا ديال الاتحاد المغربي للشغل. المستشفى النهار تابع المستشفى الجهوي، المركز الاستشفائي الجهوي ديال الرباط مولاي يوسف، اللي تم العمل به مؤخرا في السنتين الأخيرتين، تعيش مجموعة من الخروقات في التسيير وفي التدبير من طرف مسؤولين، واللي تطلب من الامر اصدار عده بيانات بهذا الخصوص، وكان انذارات يعني بنهج اشكال نضاليه تصعيديه، الا ان المسؤولين ما التزموش معنا في هذه المحطات اللي كانت التفاوضيه، فاضطرينا اننا ندوزوا للنضال، ومستعدين في هذه الفتره ديال العطال وفي هذه الفتره ديال الموسم ديال العطال غادي نرفعوا من الاشكال التصعيديه، غندوزوا الاعتصام هنا امام مقر المندوبيه او لا امام مقر المديريه الجهويه، لان هذا الشيء لا يسكت عنه، هذا الشيء فات القياس، سوء تصوير وسوء تدبير بهذا المستشفى التاريخي، وايضا الصمت المطبق ديال المسؤولين من اداره مستشفى المركز الاستشفائي مولاي يوسف، ولا من طرف المندوبيه ديال الرباط، ولا من طرف المديريه الجهويه ديال هذا، كيفتح عده علامات استفهام، وحنا مستعدين للرفع ديال الاشكال اللي
باش نحيدوا الحيف والظلم على هاد المناضلين والمناضلات ديالنا، وايضا للرفع من خدمه وجوده الخدمات المقدمه لطرف المواطنين بهذا المستشفى النهار.